في موقف حصل وياي بس عشان اوثق هذا الموقف. تمام. كنا طالعين من المسبح وكنت انا عندي شامبو. قال لي عطني شامبو. قلت له تسوي بشر بعد الكلور وبعد المسبح. حط يده طبعا انا اصب ذا، هو يقول لا يوقف لا يوقف، يعني لا توقف. وانا ماشي وياه ولا يوقف لا يوقف لا يوقف، وانا اصب طبعا من باب التعزيز. ايوه لا يوقف لا يوقف لا يوقف محمد ترزت يدينك خلاص لا يوقف. طيب خلص الشامبو بعدين. قلت له لا يوقف. قال واحد الشباب انا اجيب لك شامبو ثاني. اثر الشامبو اللي عنده مقطوط في الشمس وجابه واشوف شيء حار ينصب. شو السالفه يا اخي؟ هذا من الطرب اللي الله يجزاك خير ابو عمر. في موقف نختمه، في موقف مؤثر حصل معي كان حق مكفوف. كنا في احد المدن الخارجيه وبيمشي وصدم في امراه التفتت عليه قالت اتصلت في عيونك ما تشوف. الرجل مفتح يعني تشوفه مفتح بس هو كفيف. تمام. قلت لها انا ترى الرجل كفيف. انصدمت انصدام غير طبيعي، جاها بكاء. حاول نسكت خلاص الرجل مسامحك. الرجل تأثرت بشكل لا يعني الناس يعني تجمهرت تقول لازم يسامحني. قل لا والله مسامحك خلاص، يعني تأثرت مسكينة من يوم عرفت انه كفيف وهي تقول لا تصص في عيونك ما تشوف. يعني تدعي عليه وهو اصلا كفيف مسكين. يعني حاولنا نوفقها بس حديث ثم بعده الاذان. حديث او قران، يعني قران حديث قران وتقطع كاننا في اذاعه القران. اه يعني